الناس اللي بيقولوا بيعترضوا على دعاة التوحيد يقولون علموا الناس الطهارة والوضوء وكذا وكذا وكذا، أو لا يريدون إيقاف الدعوة، ما عندهم أكثر من كذا. الدعوة مضايقاهم وهم دارين شنو يوقفوها، وإلا فما هي حجتهم؟ إن كان حجتهم نشر الدين فالدين يبدأ بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى يوحد الله في البخاري ومسلم، الرواية الأولى، وهذه في البخاري حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. فقبل الصلاة والراوة التوحيد، والإنسان قبل ما يبني السكينة أعلى الحيطة، وقبل ما يبني الحيطة بيبدأ بشنو؟ بالساس. بالساس ناس السكينة ذي لما نجوك قولون انتوا امشوا بعد نتم الحيطة تعالوا تعالوا انصحونا نبني شنو سكين ده نمر واحد اثنين. يقول لك نحن التوحيد عارفينه، هو بيقول لك نحن شنو التوحيد عارفينه. الكلام ده الرد عليه أوجه كثيرة جدا، لكن قول له ولا يقول لك نحن موحدين. قول له طيب انت قلت يتكلموا عن الوضوء، الناس اللي في الجامعة ذي متوضين ولا ما متوضين؟ متوضين. طيب يقول لك اتكلم في الغسل، الناس اللي جو الجامع ديل متزوجين ولا ما متزوجين؟ وجاسفوا ازاي ولا اغتسلوا الناس؟ اغتسلوا. يقول لك يا اخي احنا والله عارفين الوضوء عارفين الغسل، لكن الله قال وذكر فان الذكرى، بس قول لي انتوا برضه عارفين التوحيد، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وأسي والله الذي لا إله غيره، لو خليت التوحيد ده مش خليته، خليته وكذا 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 وخالفته، وجيت اتكلمت في الطهارة والوضو، ديل ذاته بقفوا لك في حلقك. تقول له الطهارة لغة كذا، اصطلاحا كذا، هنخش في مسائل الطهارة. الماء الآجن هل هو مما يتوضأ به ولا ما يتوضأ به؟ الماء الآية اللي خزنوه وكذا، تجي المسح على الخفين، تجي كذا. تقول له الراجح والموافق الأدلة، يقول لك المالكية قالوا شنو؟ دي أول عكة بيبدأ معك. تقول له والله المالكية قالوا كذا، والشافعية قالوا كذا، والحنابلة قالوا كذا، والأحناف قالوا كذا، والصحيح كذا، لأنه ده الموافق للأدلة وإلى آخره. يقول لك لا لا لا، أنا في البلد دي شنو؟ مالكية بس. يقول لك نحن في البلد دي ومالك ذاته ما بيرضى كذا، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى آخره ما ذكر. أيوة يقول لك ما أتكلم في المسائل الخلافية، ودي ما خلافية، الله واحد دي ما خلافية أصلا، الله واحد بس. دي أنا قلت الله واحد ده مختلف معي، دار يقول كم أنت الله كم؟ يقول لك الله واحد، خلاص يا ود ذاته موضوع، أنا بس نادي الله براه بس. الحي الذي لا يموت اعتمد عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. دي 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 المسألة. بعدين يا جماعة والله إخواننا ذل بيتكلموا في الطهارة، بيتكلموا في الصلاة، بيتكلموا في كذا، هم ما بيحضروا، واللي بيحضر فيهم ما بيقول لك كذا. أنا والله تكلمت في مسجد الله يتقبل 300 حديث في الفقه، 300 حديث في الفقه كرر كذا، وكل ما زوي درس الدرس اللي بعده بيحصل نقاش طوالي، وبجيب لهم أقوال أئمة الأربعة الله يتقبل، بنقول لهم بعد انتهينا 300 حديث ماشيين، جينا في كتاب التوحيد نطلع واحد قال لي يا مولانا يا أخ دارين درس في الفقه، وداك في شنو الفات داك وجو. الصلاة يا جماعة مش فقه، الطهارة مش فقه، الصيام مش فقه، الزكاة، الحج، البيوع، المعاملات دي كلها انتهينا الله يتقبل، وانا ما عالم، انا بنقول كلام اهل العلم فيها. بعد انتهيت قال لي لا نحن والله دارين في الفقه، الناس ذيل ما ركزوا كويس في الدرس القديم ده، وانا اسوي شنو في الطريق بالطريقه. لذلك الموضوع طويل جدا، واسي اتكلمت في الفقه بكره بنطلع ولك والله جزاك الله خير فقه ده ما شاء الله ده، لو 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 وافقوك يقول لك اسمع والله البلد دي فيها كثرة مشاكل أرحام، وده مقاضع أخوه، وده كذا، وعليك الله تكلم في بر الوالدين، وده كذا، كل يوم بيجوك في حاجة. كان واحد مرته
جارته طلقوها بيجيك من الصبح بيجيك شفتها ينظف في القضاء بتاع عيونه يقول لك مولانا الليله موضوع خطير جدا عليك الله الدين فيه شنو الله فيه طلاق وكذا وكذا برضه تتكلم في المسائل دي تجيهم في التوحيد بيحاولوا يزوغوك بموضوعتها ما في الناس التوحيد ده ما دارين حار شديد عليهم نسأل الله العافية نسأل الله يتوب علينا وعليهم الزول يا جماعة اللي بيحب الله جد ما بمل من التوحيد والله لو كل يوم يدوك توحيد شفتها كله درس توحيد انت ما بتتضايق لأنه أصل اللي بيحب ولده قدر ما يذكروا له ولده هو بيتكيف ولدك دكتور ما شاء الله وخصائي وعالج حاجة فلان وعالج ركب فلان وفلان يتكيف يقول لك ايوه والله ولدي ده الله يدي العافية تاني بكرة يجي مناسبة الزواج يقول له والله ولده ده يا زول ده شاطر مرة واحدة ما بقول له انا يا جماعة سمعنا خلوا الموضوع ده بيكون مستمتع عمك يشرب في الشاي ويمكن يدفق فيه وذاته لكن مما تجي في التوحيد ده يقول لك مكرر تكرار ما بنريده وكلام كلامكم معروف نسأل الله العافية والسلامة مجاب ما بجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة المقبرة والحمام ما بجوز الصلاة فين وإنما المقبرة يصلى فيها صلاة الجنازة أما صلاة الظهر العصر المغرب ما بجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات في البخاري أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أو بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي بعدم الصلاة فيها وبعدم عبادة الله فيها كما تمنع عبادة الله العبادات المخصوصة التي منعت في المقابر